السلفية ما أنت صومالي أيجا أوجو ترب بدن أيجا أوجو دقال بدن أيجا أوجو ضد بدن وح آخرية من دعوة آخرية أيجا بدن شعبك الصومالي هذا أنت بدن يقول حسين مراكز تدي بده يورب يا مراكز واحد يقول أنا وح آخرية دعوة آخرية بقولك سكاشن أيجا واي دتكو حوا يقول دري قد نعبين كتاب كيس صلى الله عليه وسلم قبر إن أنت آدم سوي حرتان أما نولي ويرتاني دن شكتان مرة كتاجين صح إلهي بدن تلا شكتان رسول كان الرعاة صلى الله عليه وسلم آخر قبل قاوة ريوح لنا الكوي الدين أيوة حواي من ربك وما نبيك وما دينك أنا اللي أنا الشيخ قبل الشيخ محل عبد الهمنا لو ديما شعب غد جيران لو ديما شي محل أحمد الإنسان لو ديما الشيخ أوس أوس القادر لو ديما يا صح شي محل عبد أمنا لو ديما الشيخ بشير أحمد سلمان لو ديما وحنا لو دينا على وجدنا لو ديما وحنا لو دينا أنا قوى ربي قاق النبي قاق الدين تاعك ورانا اللي مقع وهابي محل عبد الوهاب سعود عربي الشيخ وهي لقوضة أنا قوى الله مربحين رالنا كما إن لكن دب وين نقومها هايو؟ دب وين نقومها هايو؟ أيوة أحمد دي محمد إدريس ون عرب هايو ومروكانا إلا بحين إيه عبد الغشاء عبد الغادي الجيلاني ون عراقي هاي مركا أنا قلنا نن سعود عربي هاينا نركوت المام هو سوكا نمد وهذا يلعب بيض واي كل العلماء عرب بيض واي نن أرضيا أو شي قيسي أنت خلافي على ويستي إيه ولبا دل وحكما ياهي وما نقضوا إن هدنا تهم الله وسيد دارو لا يراد سجى سجى لمذا إن لا يراد سيد هذا يقو قاركود دار يقول إنما أنا أفرادا وده شيء كذا فرادا وانا وانا فكر فاشل وانا شقينين سؤال شاس وحاد كور لو سمحت لو ودي مدحوين حسن دكتور حسن الشيخ محمود نن علماء حرته كم هذا انا ولا انا انه كاي علماء اهل السنه والجماعه خياسه علماء اللي راه هذا اهل السنه والجماعه اي ويدي مركا سؤال ويدي وحصص توحي هذي دد ولش انا رد الراي وخوارجتها كتبت مركا ما لها لقب سنه لو قلت لها لما كي اخرج له علماء هاي مقالات جوجل دولتنا وسيرة كاركتر طبعا وزير شو بابا لقاها بقى اني يعني ولد جيدين اي علماء السيد انا الشيخ بشير لقاها بقى اني يسنعي صح علماء دين اهل دولت دوها ما حد كدوا على سنتين على ويدي مدحون جواب عجيب وبحي جاوبته وبحي رنت هو جواب علماء انا ودهن انا انا اذا نودهن صح وحور دل كان هو دل صومالي اللي يرادو وها علماء كهو يري صوفية سلفية اخوان مسلمين اي كوكله ومقعك الله دل كان يود الليه شلنا يقو اسكت دوبان او شر ودا فديا شركه علماء ان اسوغي يرا انغو او انغو ان كخدبي وا ايغو سو ودا دويان وانا ودا فديان بيانينا كسو ودا سارين خوارج لدكو اه هلو درا الى حدنا قف دب دم او نقتي ور كلا كسو سارتا انغو ماركا انا وركاس ان كو دقمينا هويل علماء اس مديسن او انكا ودا قادتي اولي وا حن كسي درا هلكان او انكا نينكا اخريي دكتور عثمان معلم محمود شعل وردهره ان الشيخ سلفيد او وين اوها صح نك قانك خوارج ترى الدر اخري علوم صبح شيخ سلفي وهاي اخوان المسلمين ما طريقنا ما هي لكن وتاجر سنه وفكر كل الله هاي كل اسم انا اسوق معناه هذا مركه وح معناه مركه ملئ ان رجع علماء او اهل السنه والجماعه مع علماء طريقين كمدا هذا اهل السنه والجماعه ومقع عام لو ودا جرى وسلفيين تو كمديين واخوان المسلمين كو كجران وسوفيين وا كجرتا واشعريين وا كجرتا وسلفيين تو كجران لكن هذا مقع ضد البحين او نغضي مقع ضد البحين اي نغضي هذا ساسا كل رغم ان امريكا انا قلت اسكت دول ان امريكا لما كان مقع اصل بحي الصوفيه ذا وحال الربا هنا يمد اسك الا بان ويس وقت اسك قاعد ذل كان وهابي اما السلفيه يو وهابي يقان مقع صوفي انا قلت لهم بحين سلفيه مقع سلفيه وقليهن وشريبه كوخ صدام رزاق كوخ بين اركيسين يحلبان بدل يمدين لكن مقع وهابي محمد عبد الوهاب سعود عربي شيخ وهي لقوضة أن نقول الله منبحين رالنا كما إن لكن دب وين نقوم هايو دب وين نقوم هايو أيوة أحمد دي محمد بن إدريس ون عرب هايو ومروكانا إي لا بحين إي عبد الغشاء عبد الغادي الجيلاني ون عراقي هاي مركا أنا قلنا نن سعود عربي هاي نركوت المام هو سوكا نمد وهذا يلعب بيض واي كل العلماء عرب بيض واي واسكود الدرجو نن صومالي أنا كوما جرو تسمع أنه وين ملك مركا علماء سبحان الله هاي تطرفك يحق جر لماذا هدي لنا على السلفية ذاك الصوب بحضرها ولما كان خوارج تو عرف نيو كتبت أنه أردد أن أبن ناجري النجي بدي جينا بنا سنين ندير أيام وقفك متدرب كاهو ملة مذهب ملة شيخنا ملة حسن البصري إمام حسن البصري وح يعني خلاف يقول أردد يسوى هاي واسم من عضاء ومعتزلة أنه قامين سيد علي بن أبي طالب واحد الأردد يسوى هاي يا سكرتي سنة هاي ولبا مركا الشيخ عبد القادر نور فارح واحد الارديس اي هاي كو الارديس ولا ما هنا كو الارديس شغنا هنا هاي او قال مركا نن ارديا او شيخ قيسي انت خلافي
cadaawaystay ee waliba dil uu xukuman yahay uma naqdo in haddana tuhmo loogu sii daro la yiraahdo isaga la mid ah in la yiraahdo sida hadda iyagoo qaarkood dariiqo dhan ma ahane afraada wada sheekadaas afraada wada waana fikir faashila oo aan shaqaynayn maxaa yeelay salafiya maanta soomaaliya ayagaa ugu tiro badan ayagaa ugu dhaqaalo badan ayagaa ugu dad badan wax akhriya ama dacwad akhriyan ayagaa u badan shacabka soomaaliyeed hadda inta badan ayagu raacsan yahay maraakiista dibadda yurub iyo maraykan waxay joogo dhan wax akhriyo dacwad akhriya 190 iyaga waay dadku waxa waaye iyagoon dariiqadii nacbeyn kitaabkii sunnadii usoo laabteen dadku kitaabkoodii sunnadii haystaan qabri in inta aadan soo xirxirtaan ama ay nin weli u yeertaanay dan u sheegtaan mar hore ka tageen ilaahay baa danta loo sheegtaa rasuulkaana raaca sala allahu calayhi wasalam aakhiran qabriga ugu horreeya waxaana la ku weydiinayaa waxa waaye mar rabbuka wamaa nabiyuka wamaa diinukana laleeyahay annaga shekhabel sheekhe maxamed cabdihawna la weydiin maayo sheekh cabdiqadir jiiraanna la weydiin maayo sheekh maxamed axmed liisna la weydiin maayo sheekh owsal qaadirna la weydiin maayo ya sheekh maxamed cabdi umarna la weydiin maayo sheekh bashiir axmed salana la weydiin maayo waxaana la weydiinaya calwiyirna la weydiin maayo waxaana la weydiinaya annaga waa rabbigaaga iyo nabigaaga iyo diintaada ka horreena la leeyahay marka dadka intay walaahowga laga daayo diinteenna waa islaam islaamkaan isku wada raacsanna dowladnimada soomaaliyana waa isku wada raacsanna dalkan waa naga wada dhexeeya saddexdaas inaan calafsanno oo calamsanno oo aan qof walba madhabkiisa iyo mafaahiimtiisa gaarka u ah oo iska haysto haddii hadda u arko aniga inaan khaldanahay inuu shiksoomo inta iimaado yira war caliwjiis waxaana kaa khaldano igala doodo raali diyaar aan uah ana inaan kala doodo isaguna waa inuu diyaar u noqdo laakiin marna dalkan dariiqa iska leh waa in wahaabiya laga saaraa ama wahaabiya iska leh ama salafiya iska leh waa in dariiqa laga saaraa iyo qubuuriyiin sida dadka qaar yidhaahiin anuu ma dhahayo dabcan midna sax ma ahan dalkan waa ka dhexeeya dadka oo dhan marka annaga hay-adda culimmada sare haddaan nahay alxamdulilaahi culimmada dariiqada iyo culimmada salafiyada culimmada akhwaan muslimiinka saddexaas madrasa dalka hadda ugu waaweyn waa wada fadhinaa xubno ayaan wada nahay waa wada shaqaynaa sheekh bashiir axmed salaad wuxuu ugu weyn yahay culimmada salafiyiinta sheekh maxamuud cabdilbaarina wuxuu ugu weyn yahay iyo sheekh suufiyarna la yidhah culimmada dariiqada doctor liibaan maxamed ciise iyo rag kaleeto sheekh yuusuf calcaynta iyona culimmada akhwaan muslimiinka ugu waaweyn yihiin wax cuqdaana kale mar qabno hadal golaan ku wada jirnaa golaha sare ee culimmada soomaaliyeedna la yidhaahdaa hay-ado kala duwanaan ka nimid yacni hal majlisaan leenahay madaxda qaranka iyo dowladda iyo shacabka isku hal khidaabaan u gudbinaa hal munaasabaan aan go-aanka kusoo wada saarnaa marka haba yaraatee dhibaato naga madhexayso internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.